السلام عليكم. بعد 24 سنة من الحكم و13 سنة من قيام الثورة علي في خضم ما بات يعرف بالربيع العربي، تحالف فصائل المعارضة المسلحة السورية يعلن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وسط غموض يلف مصيره وتداول أنباء عن لجوئه إلى حليفه الرئيسي روسيا. رمزية سوريا ومحوريتها في منطقة الشرق الأوسط تزيد من حساسية الحدث وما قد يبعث من تحولات جيوسياسية. صدى وصول الثوار إلى سدة الحكم تردد في عواصم صنع القرار العالمية نحو واشنطن وبرلين وفرنسا وكذلك في لندن. في موريتانيا لم تحدد السلطات بعد موقفها رغم دعمها المسبق للأسد بوصفه رئيساً شرعياً لسوريا. جالية سورية واسعة في نواكشوط خرجت فرحاً بإزاحة الأسد، وسفارة بلاده لدى موريتانيا أزاحت صورته ورفعت علم الثورة ذو الثلاث نجمات. الإطاحة بنظام الأسد سياقاته وانعكاساته موضوع حلقتنا اليوم من برنامجكم ظلال الخبر، نناقش محاوره مع الكاتب الصحفي مدير مؤسسة النشر المغاربية محفوظ ولد الجيلاني. أهلا بك ضيف الكريم. أهلا وسهلا ومرحبا. لو أردنا أن نبدأ بالسياق العام، ما هي الأسباب المباشرة برأيكم وراء سرعة حسم الفصائل المعارضة للمعارك وإعلان الإطاحة بالنظام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. سياقات ما جرى في سوريا حتى الآن هو غامض شديد الغموض وشديد العتامة، والسبب يعود إلى أننا إلى حد الساعة لا نعرف الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه التداعيات وهذا السقوط المدوي بشكل فظيع وبشكل شرس. فالدولة السورية دولة محورية ودولة قائدة، وهي الدولة القومية العربية الوحيدة التي ظلت طيلة هذه الفترة الطويلة تحمل الهم الفلسطيني وظلت قاعدة لهذا المحور، وهي نقطة الارتكاز في أي عمل مقاوم. وما حدث هو أننا لاحظنا أن المعارضة السورية أو الفصائل المسلحة أو الجماعات يعني التي كانت بالأمس تنتمي لداعش وللنصرة وللجماعات المصنفة دولية بأنها منظمات إرهابية، اتخذت من يبدو أنها استطاعت خلال فترة الانشغال العربي العام بما يسمى بأحداث غزة وحرب الإبادة الشرسة التي يشنها هذا الكيان، والذي كنا نحن نتوقع أنه وصل إلى النهاية، فهو مهدد من كل ناحية، يتم قصفه من كل جهة، والنظام بدأ يعني الكيان بدأ يعني يعاني من أزمة وجود بسبب يعني الانتفاضات الداخلية وبسبب القصف الذي يأتيه من جنوب لبنان ومن كذلك اليمن ومن العراق، وبالتالي فجأة يقدم له هذا الانتصار المجاني والرخيص من قبل وللأسف الشديد هذه القوى التي هجمت على سوريا في وقت ربما يكون خطأ، حيث أنه ما إن تم التوصل إلى اتفاق مع حزب الله بموجبه تتم إن يعني يتم وقف الأعمال العدائية في لبنان، حتى كانت هذه المعارضة قد جمعت كافة قواها وبدعم وتحريض وتحفيز من الدولة التركية من أجل الهجوم على سوريا. الغريب في الأمر أن اجتياحهم لحلب ولإدرب ولحمص فاجئ الجميع، نظرا لأن المعلومات أو المعطيات تقول أن القوة العسكرية الموجودة لدى الجيش السوري الجيش العربي السوري في حمص وحدها تكفي للصمود في وجه عدوان عالمي لمدة سنتين. هناك أيضا من يقول بأن حلفاء سوريا تخلوا عن بشار الأسد. فعلا، وما نعني هنا بحلفاء سوريا هم روسيا للأسف شديد وإيران وحلف للأسف شديد يعني هناك برودة في تعاطي روسيا وتعاطي إيران مع الموقف في مع الوضع في 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 في, في سوريا. لما تعيدون ذلك؟ فهناك من يقول أن 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 روسيا وجدت ضمانات من الفاعل الرئيسي في هذه الأحداث وتركيا بأن قواعدها العسكرية لن يمسسها أي ضرر، وأن المواطنين الروس هناك والجنود والمصالح الروسية ستبقى مؤمنة وآمنة إلى وقت ما من الزمن، وبالتالي ربما يكون ثانيا يقال أن الرئيس السوري لم يستجب
لضغوط مارستها موسكو من أجل مد يده لأردوغان الذي طالب مرارا وتكرارا من الرئيس السوري السابق بأن يمد له اليد وأن يفتح صفحة جديدة، لكن الرئيس السوري يعني السابق بشار الأسد كانت لديه شروط معينة، أنه لا يمكن أن يتصالح مع شخص معين وهذا الشخص تحت الأرض. ثانيا طلب منه الرئيس التركي الفاعل الرئيس والمؤثر الفاعل في هذه الأحداث طيب بأن الرئيس يعني التركي طيب أردوغان بأن يشن معا حملة إبادة ضد يعني الأكراد وضد الجبهات موادي الحزب العمال الكردي. بشار بشار الأسد بشار الأسد لو سمحتم بشار الأسد بنفسه يعني هناك من يتهمه بحرب إبادة ضد السنة وضد ابناء شعبي. هذه 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 تبقى مناكفات سياسية وإعلامية، والرد عليها يحتاج إلى وقت كثير، فهناك صراع وهناك حتى الذين الآن يقودون هذه الحركة والذين استطاعوا الوصول إلى دمشق واحتلوا القصر الرئاسي ووصلوا قواتهم واستتب لهم الأمر الآن، هؤلاء كانوا ينبشون قبور الصحابة رضوان الله عليهم، وهناك قصص حديثة، وكانوا يقطعون أكباد الناس وكانوا يمارسون أعمال إرهابية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية الراعي الأول لهذه الفوضى الخلاقة التي نشرت بها، كانت تصنف على أنهم إرهابيين، وكانت كلمة الإرهاب لو سمحتم كلمة إرهابيين هذه يعني صفة سياسية يطلقها الغرب مطاطة على 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 كل من يخالف الإسلاميين تحديدا كل تماماً تماماً لا لكن لا تطلق على الإسلاميين هي تطلقها على كل من يخالف الرأي. فهذا الرجل بالأمس الجولاني هذا بالأمس كان مصنفا عند الولايات المتحدة الأمريكية على أنه رجل إرهابي، وكانت تعد بإعطاء 10 مليون دولار لمن يأتيها به. وبالتالي اليوم فجأة قامت قناة الجزيرة الإعلامية بتغيير اسمه وسمته أحمد الشرع حتى تنطلي صوته على الناس. اسمه أبو محمد الجولان. أبو محمد الجولان سمته أحمد الشرع، أعطوه هذا الاسم الجديد. ثانيا هذا الشخص اللي بالأمس كان هكذا مصنف في قوائم أمريكا على أنه إرهابي ومصنف ومارس الإرهاب وكان من القاعدة ومن وبالتالي هذا الرجل بالذات اليوم صار رجل ديمقراطية وصار رجل مدنية. لكن على أي أساس تتهم الجولاني على أي أساس تتهم الجولاني بأنه إرهابي وتصفونه بهذا الوصف؟ هناك وثائق وهناك المعلومات وهناك المعطيات الإعلامية التي تؤكد أن هذا التنظيم كان ينبش قبور الصحابة وكان يمارس عمل هناك أيضا تقارير وهناك كلام وهناك وبالتالي هذا هناك الإجرام هناك أيضا لو سمحتم هناك أيضا تقارير أممية تتهم بشار الأسد بأنه في مرحلة معينة من الحرب التي شنها ضد الثوار الذين ثاروا عليه عام 2011 حتى اليوم يتهموا بأنه قام بإبادات جماعية. بشار رئيس جمهورية ومنتخب، ولا توجد دولة في العالم يمكن أن 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 تقابل بالورود من يخرج على السلطة ومن يمارس القتل بالسلطة ومن يشكل جبهات ويتعامل مع الأجنبي من أجل الإضرار بأمن هذه الدولة. بشار دافع رئيس شرعي ومنتخب ولديه الحق في الدفاع عن حوزته الترابية، وله الحق أن يتصدى لكل المرتزقة والذين كانوا يقاتلون. هم أيضا لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم. هؤلاء مشكلين من مختلف الجنسيات، فيهم الشيشانيين والأزبكيين ومن الفرنسيين منهم، وبالتالي هناك في خضم هذه الرجل بالذات كان يخوض معركة ضد 80 جهاز مخابرات أجنبي دولي كان يعمل في سوريا من أجل، وهذا لا يمكن بأي لا يمكن لدولة أن تتحملها. لو لم تكن هناك لو لم يكن هذا الرجل رجل يعني عقلاني وحكيم سياسيا ويعني حصيف لما استطاع أن يقود بلاده في تلك المرحلة الشرسة في أحلك الظروف. هذا الرجل الذي تصفونه بالحصافة وتصفونه بهذه الأوصاف التي أطلقتموها قبل قليل في حواركم معنا بعد إطاحة به، إلى أين تتجه المنطقة في خضم هذه التحولات؟ ما حصل لسوريا هو هدية مجانية للعدو الصهيوني، والدليل على ذلك أنه في اليوم الأول لم يعطوهم مهلة ولم يعطوهم فرصة. هذا أطل رئيس الوزراء الصهيوني على الجولان وأمر جيشه بأن يحتل جبل الشيخ وأن يحتل عشرات يعني 5 قرى رئيسية وأن يضع سياجا، وكذلك قام بضرب معامل علمية وتقنية ملكية ملك للشعب يعني العربي السوري. وبالتالي تداعيات هذا هو أن الهدف أن إسرائيل حققت الهدف الذي تريده من وراء دعمها. الجولاني كزعيم لهذه الحركة قال بأنه على اتصال مع إسرائيل،
وأنه أعطاها التطمينات. والدليل على ذلك أنه خطابه اليوم في مسجد الأمويين لم يذكر فلسطين ببت شفه، ولم يتكلم حولها، ولم يتحدث عن المقاومة، ولم يذكر أن الجولان محتل، ولم يذكر ما تعرضت له سوريا اليوم. وبالتالي كيف شخص على حد قولك لا يمكن أن يؤمن الكثير في ما دام هو قادماً من قبيل الشعب السوري، وما دام متحدثاً بالشعب السوري، الشعب السوري لديه أراضي محتلة، الشعب السوري يعني ضرب اليوم، وجهت له طائرات الصهيونية القصف، وقصفت معابل، وقصفت مراكز علمية، وقصفت يعني مقدرات لهذا الشعب. أين أنت كسلطة؟ معناه ماذا؟ معناها على ما حدث الكل كل السياسيين وكل الاستراتيجيين يعرفون أنه بتنسيق، وهو تنفيذ لتهديدات كان نتنياهو قد صرح بها. وبالتالي هذه المعارضة الدينية اليمينية، هذه المعارضة الدينية اليمينية كداعش وكتنظيم القاعدة وكالإخوان المسلمين لا تجدهم إلا حيث توجد أمريكا وإسرائيل. هؤلاء لديهم علاقات. وكذلك والغريب الأمر أن هناك للأسف الشديد بعض يعني المشايخ يفتون في قضايا سياسية وقضايا صراعات دولية وقضايا، وهم كان لولا بهم أن يذهبوا إلى 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 أن يفتوا في 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 تفسير الرؤيا أو في الرؤية الشرعية، بدل أن يذهبوا إلى صراعات الدول القوى الدولية الكبرى. فالتاريخ لا يكتبه برأيكم مثل هؤلاء الأشخاص. برأيكم هل نحن الآن أمام نسخة جديدة لما يعرف بالربيع العربي؟ نحن لسنا أمام نسخة جديدة من الربيع، وإنما أمام ما تعهدت به كوندوليزا رايس حول الفوضى الخلاقة، حول الشرق الأوسط الجديد الذي تتقسم فيه دول إلى جغرافية الدول إلى دويلات وإلى كيانات ضعيفة محيطة بهذا العدو حتى يصول ويجول وحتى يرسم وحتى يحقق الحلم القديم وهو دول إسرائيل الكبرى. وبالتالي ما نشاهد الآن سقوط دمشق بحسب الكاتب العربي والصحفي الشهير محمد السلفي يعني سقوط الأردن، كذلك يعني سقوط العراق. إذن هي بوابة لسقوط بقية الأحكام في طبعا العربي. فمعظم قادة هذه المجموعة المسلحة التي عملت هذه الفوضى في سوريا تصفونها بالفوضى في أكثر من مرة. لا، مبدئيا أنا من الناحية المبدئية أحترم إرادة الشعب السوري. ثانيا أريد لبلدي الديمقراطية والحرية والعيش الرغيد، كذلك أريده للشعب السوري، أحترم إرادته. لكن في نهاية المطاف أدرك أن هؤلاء لن يحققوا للشعب السوري أي نتيجة إلا النتيجة التي حققها ثوار ليبيا. أخذاً بقولكم الآن نحن هذا سؤال موالي. أخذاً بقولكم الآن نحن أمام نسخة جديدة لليبيا واليمن والعراق. نعم، هذه فوضى خلاقة كانت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة قد بشرت بها. قبل أيام هدد نتنياهو بأنه سينشئ شرق أوسط آخر جديد مغاير لما سوريا التي كانت قلب العروبة، سوريا التي كانت مركز للثقافة العربية الإسلامية، سوريا التي كانت مأوى للمقاومين، سوريا التي كانت رمز للممانعة، سوريا التي كانت القصبة الهوائية للمقاومة، سوريا التي كانت لديها صوت إعلامي يعني قوي ضد مخططات. والدليل على ذلك خطاب الرئيس السوري مؤخرا في القمة العربية في المملكة العربية السعودية كان مغايرا لجميع الخطابات. الآن بدأنا نعرف أن هذه الدولة صارت بيد الصهاينة. الأمريكي عندما حدثت المواجهة يعني سقطت دمشق قال لقد انتهينا من الحوار مع الإيرانيين ومع روسيا حول الملف السوري، سوريا بدأ صارت برأيكم رمزية سوريا في المنطقة قد تقلب الكثير خلال الفترة القادمة. طبعا كيف تقرأون انعكاس الخطوة على حرب الإبادة في غزة؟ الدليل على ذلك أن سوريا خرجت من المعادلة. المقاومة التي كانت السند وكانت تخوض معركة إسناد بأساليب وبطرق أخرى خلاص الآن الإمدادات العسكرية واللوجستية التي كانت تصلها من جهات الدعم هي الآن توقفت. أول خطوة قام بها هؤلاء عندما احتلوا حلب مزقوا العلم الفلسطيني، وزعيم زعيم الجماعة الآن
عندما خاطب اليوم في مسجد الأمويين لم يذكر فلسطين بكلمة، ولم يذكر الجولان، ولم يذكر الاحتلال، ولم يذكر صراعنا مع هذا الكيان الذي وجد أصلا في المنطقة من أجل أن يكون صوتا على ظهورنا ليمنع الوحدة وليمنع التضامن وليمنع التنمية والاستقرار في هذه المنطقة. إسرائيل الآن تصول وتجول، وبالتالي هي نحن للأسف الشديد أنا والغريب في الأمر أن ما يحدث في سوريا وهي الدولة الوحيدة التي كانت تقاوم وكانت ترفع صوتها ضد هذا الكيان، هذا كيف تقاوم وهي تصيرها الصواريخ؟ يشبه قصة قديمة، تقال أن قرية كانت فيها نسوة وذهب رجالها، جاءت عصابة من الصعاليك وحاولوا مثلاً أو يعني حاولوا فعلوا أفاعيل في نسائهم، إلا امرأة واحدة، هذه المرأة قاومت وقتلت من حاول الإساءة يعني الاعتداء عليها. تشبهونها بوضعية سوريا الآن. لما علموا النسوة بالأمر قاموا إلى المرأة وقتلوها، قالوا كيف يفعل فينا كذا وأنت الوحيدة التي نجيت. سوريا الآن قتلوها لأن محيطها مطبع. تتهمون المحيط السوري الآن طبعاً الدول طبعاً العربية طبعاً بالتطبيع؟ طبعا دول مطبعة ودول مقدمة على ما يسمى باتفاقيات إبراهام ربما والآن أجد في قولكم لو سمحتم أجد في قولكم أن هناك يعني تفاهم ربما تحت الطاولة ضد سوريا من طرف دول عربية. سوريا لا أقول لك تفاهم عربي، أقول لك شيء واحد، عن الدول العربية لديها مشاريع تطبيع مع إسرائيل. قد يختلف هذا من دولة إلى دولة، لكن سوريا كانت هي الصمام الأمان وكانت هي العقبة والكذا. ومن سمع كلام يعني نتنياهو في أمام هضبة الجولان يقول أنهم اليوم حققوا انتصارا لا مثيل له وأنهم انتظروا هذا اليوم، وأصحاب قيادات الحركة جماعة النصرة قالوا في أكثر من مرة أنهم سيقدمون على فتح العلاقات على 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 إنشاء علاقات جديدة مع الكيان الصهيوني وتبادل السفارات معهم. معناه ماذا؟ معناه أن 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 سوريا بهذا المستوى سيتم تبعيدها عن الصراع. أي تأثير لإطاحة بشار الأسد على العلاقات العامة الدولية في المنطقة؟ أعتقد أن العلاقة مع بعض الدول الآن الدول تنظر إلى طبيعة هذا النظام الجديد وتخشى أن يقع هناك صراع بين الطوائف وبين الميليشيات داخل التحالف داخل هذا التحالف الحاكم الآن، لا سيما فعلا هم أبانوا عن ظهر مستوى, مستوى, مستوى كبير من التنسيق. الظاهر أنهم حصلوا على تدريب، والظاهر أنهم خضعوا لتربصات، والواقع أنهم خضعوا لدورات تكوينية حول آلية التعاطي. فالموجة الأولى من الربيع العبري أقول لك عبري. كان فيه قتل وكان فيه سحل وكان فيه تدمير وكان فيه حرق وكانت فيه أعمال شيطانية خطأ. الآن الظاهر أن الجماعة لديها صورة جديدة أو لديها موقف جديد وترعى نوع من العلاقات العامة، لم تقتل في الشارع فعلا. حلب يقال أن هناك مطاردة للأشخاص في منازلهم وتصفية لحساب قتل لأشخاص في منازلهم محسوبين على النظام السابق، لكن على العام كلمة الجولاني تنضوي على قدر من السياسة وقدر من تطمين للرأي العام. وهناك سفارات ذهبت، احنا مثلا في موريتانيا سفارتنا في دمشق ذهبت للأردن. سؤال موالي الآن، مستوى يعني التعاطي خارجيا، نحن هنا في موريتانيا على سبيل المثال حتى الآن وزارة الخارجية لم تعلن عن موقفها تجاه القضية، برأيكم كيف تفسرون ذلك؟ أنا في اعتقادي على أن الخارجية الموريتانية تنتظر اتضاح الأمور وتنتظر التواصل مع الجهات الجديدة الحاكمة. فعلا هذا النموذج لا ترضى به أي دولة. إذا كان مثلا أي دولة اليوم غضبت عليها تركيا يمكن أن تأخذ المسيرات وتأخذ الأشخاص وتدربهم، خاصة الخطوط الجوية ما شاء الله جميع العواصم الخطوط الجوية التركية مرتبطة بجميع العواصم، عند نواكشوط لدكار لأذربيجان للشيشان، ممكن تأخذ حتى المقاتلين من الشيشان ومن ولا حتى أي دولة ممكن وبالتالي ممكن أن يعني أن ترسل يعني كتائب من المرتزقة ومن المقاتلين متعدد الجنسيات إلى أي دولة من أجل إسقاط نظامهم من أجل وضعها أمر الواقع. وبالتالي موريتانيا دبلوماسية دولة دبلوماسية حكيمة ورزينة ولا يمكن أن تتسرع، وبالتالي ما حصل وحينما تستتب الأمور سوف تصدر بيان الاعتراف بما جرى وستتعاطى معك أمر واقع. كمعلومة فقط، السفارة السورية بنواكشوط رفعت اليوم علم الثورة بثلاث نجمات وأزاحت عن حائطها
صورة للرئيس بشار الأسد. فعلا هذا طبيعي، هي هذه السفارة تمثل بلد. هل يكفي هذا يعني كموقف لموريتانيا؟ إيه فعلا هذا موقف، هذا موقف عبر عنه السفير مصطفى قصي. يجب أن يكون هناك تنسيق مسبق بينهم، وبالتالي ربما هو اعتراف، وكذلك لما فعله الدكتور بشار الجعفري في موسكو هنأ واعتبر أن الشعب السوري بدأ يتصالح مع نفسه. يعني المراقبة حسمت، معناه أن الأمور حسمت، العالم الأمور حسمت، والرئيس السوري ربما كان واعيا لهذه الخطوة، رفض الدعم الإيراني ورفض الدعم من جهات، يقال أنه رفض الدعم من جهات أخرى، وبالتالي اختار هذا الخط، اختار أن، وبالتالي من شاهد ما حدث يرى أن ربما يكون سياسة التسلم والتسليم، ربما تكون هناك جهات رتبت لهذا الأمر ودفعت سوريا إلى أن تجنب إراقة الدماء وتجنب الصدام على ذكر لتخفيف الكوارث، ونحن نهني الشعب السوري على عدم لجوئه إلى إراقة الدماء وإلى القتل والسحق. على ذكر التسلم والتسليم، هناك قضية شائكة منذ سنوات، قضية تتعلق بالزميل إسحاق ولد المختار الصحفي في مؤسسة سكاي نيوز، تم اعتقاله هناك في سوريا إبانة قيام الثورة والحرب التي بدأها. أتمنى من الله سبحانه وتعالى، ترى بأن الموقف الآن مناسب لموريتانيا للتحرك في الملف. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينقذ زميلنا وأن يعثر عليه سالما غانما إن شاء الله، ويعود إلى أهله وإلى ذويه مرفوع الرأس إن شاء الله، هذا ما أتمناه. هو صديقنا إسحاق مختار، خونا وزميلنا وصديقنا، وأتمنى له السلام إن شاء الله، عاده الله سالما. قضية الصراع هناك في سوريا انعكس هنا في موريتانيا على الأقل على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف تفسرون ذلك؟ هذا الاحتدام من يمين يعني يميل إلى المعارضة السورية وإطاحتها بالنظام، ويسار يميل إلى النظام السوري القديم والاحتفاظ به، كيف تفسرون ذلك؟ لاحظنا أن الذي دافع عن هذه الحركة والذي أيدها والذي كان بمثابة كتيبة أخرى أو طابور خامس هنا، هذه جماعات متأسلمة التي تسميها أجنحة الإخوان المسلمين والسلفيين. هؤلاء تخدقوا عندما جاءتهم الأوامر من الدوحة أو جاءتهم الأوامر من إسطنبول، أصدروا الفتاوى. هذه التهمات تحملون مسؤوليتها. طبعا أصدروا الفتاوى وهذا شيء خطير، هذا شيء خطير. شخص يحرض الغوغاء ويحرض المهرجين ويحرض ما يسميه بالمجاهدين المجهولي الهوية والجنسية وكذا على بلد من أجل تدميره وقتل أبنائه، هذا هناك أيضا، هناك بالمقابل هناك أيضا من يساند الرئيس بشار الأسد المطاحبي، وهناك أيضا من يساند الرئيس بشار المطاحبي، وهذا الرئيس المطاحبي بشار الأسد تلاحقه تهم. بالتالي أنا شخصيا اعتبرت أن تلك الصوتيات هي بمثابة سلاح إشارة أو صوتية أو رسالة مشفرة إلى الجماعات التي تتبع لهذا التنظيم من أجل، وبالتالي أنا أعتقد أن الصراع الإعلامي الذي حصل هنا هو أننا نحن كموريتانيين وكعرب مررنا بهذه الحفرة، هؤلاء قادونا إلى ما سموه بالربيع العربي، فماذا كانت نتيجة الربيع العربي في المغرب؟ حكومة إخوان المسلمين تطبع. ماذا كانت نتيجة الربيع العربي في 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 تونس؟ في تونس مجموعة تحتكر السلطة وتستثمر المال والسلطة، وكانت في قمة الفساد. ماذا كانت نتيجة الربيع العربي في 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 مصر؟ مرسي رئيس الراحل يكتب رسالة إلى شمعون بيريز يقول صديقي العزيز صديقي الوفي إلى شمعون بيريز، وماذا حققوا لغزة وماذا كذلك؟ ماذا كيف تفسرون أسباب التباين في الآراء بين المؤيدين والمعارضين لدى الموريتانيين؟ التباين يعود إلى صراع ايديولوجي، صراع فكري بين ثقافتين، ثقافة الإخوان والجماعات الدينية التي لا تعترف بالحدود ولا تعترف بالدول ولا تعترف بالعظمة، ولديها في رقابها يعني ولاءات لدول أخرى، وجماعة القوميين ترى أن هذه، أن سوريا هي قلب العروبة النابض، وأن استهدافها يعني قتل العروبة وقتل الهوية العربية وقتل السيادة الوطنية السورية. بالتالي إسرائيل حينما تضرب سوريا وتحتلها وترسل البيادق إليها من أجل حكم في دمشق، هي تريد أن تنصب نموذج لإيميل لحد، أو يعني حاكم جنوب لبنان السابق لحد. وبالتالي هؤلاء
لا يخفون علاقاتهم بإسرائيل، وإسرائيل لا تخفي علاقاتهم بهم، وهناك سوريين وصلوا إلى دمشق إلى 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 تل أبيب وتحدثوا مع الصحافة يعني الصهيونية، وقالوا أن ما يحدث في 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 سوريا سيكون في مصلحة إسرائيل. جيد، وصلنا إلى نهاية الحلقة. في نهايتها أشكر الأستاذ الإعلامي محفوظ ولد الجيلاني مدير مؤسسة نشر المغاربية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية الحلقة المباشرة من برنامج ظلال الخبر، إلى أن نلتقي وإياكم في موعد جديد. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم.